أنا اتفضل. ألو، عندي مداخلة سريعة، أريد دقيقتين من يمك. يا ريت تجاوب لنا على السؤال ده أو تجاوب لنا على الكلام اللي قاله معممك من شوية. اتفضل. نعم، في الصميم، في اتفضل. الصميم، في الصميم، بس أعطيني مجال دقيقتين. اتفضل حضرتك. أولا، نعم، أولا المتابعين يسمعون. أولا، صيغة السؤال لا تجيدون صياغة السؤال. السؤال، أصل السؤال خطأ. ماذا استفادت الأمة من المحسومين؟ طيب، ماذا استفادت الأمة من نوح عليه السلام غير العذاب؟ ماذا استفادت أمة هود غير العذاب؟ ماذا استفادت أمة صالح غير العذاب؟ العبرة ليس ماذا استفادت الأمة، العبرة أن نثبت أن هناك معصوم من قبل الله، وأن الأمة اتبعت هذا المعصوم أم لم تتبع. إذا لم تتبع فعليها اللعنة والضلالة والعذاب. فليس العبرة بماذا استفادت الأمة، العبرة من تبع المعصوم. باشا، هذه أولا. واحدة. لا لا لا، خلينا في أولا. لا لا يا باشا، بس خلينا في أخلص أولا لو مداخلتي، سمحت. أخلص لا 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 لا، مداخلتي، خلينا في أخلص أولا يا مداخلتي، باشا، خلينا في أولا، أخلص مداخلتي. خلينا في أولا. لا، لا لا، مش أخلص هخليك مداخلتي. تمرر أولا. لا، أخلص. خلينا في أولا، لا لا، هنا خلينا في أولا، موجود معك، موجود. خلينا في أولا. أديني قفلت عليك عشان نشوف أولا دي اللي طايرة في السحاب وكنت بدور عليها يا باشا. هو احنا أهل السنة الجماعة اللي قلنا لابد للأمة من معصوم حتى يحفظ لها دينها ويحفظ لها تفاسيرها ويكون في الأمة كالمصباح الذي يضيء للأمة، احنا ولا مين؟ تفضل رد عليا. أنا راح أرد عليك، لكن دقيقتين، أنت وعدتني ما بدقيقتين، لا يا ودقيقتين ما باشا، لا أعطيتنيها، لا لا مع لا الأسف. لا خالص، ما ترميش كلامه وخلاص وعايز تهرب منه لو سمحت. أبداً هل نحن أبداً قلنا، أبداً. هل شوف نحن شوف، الذين فرضنا العبرة أن العصمة، لو نثبت. سمحت، لو اسمع سمحت، اسمع، هل نحن الذين فرضنا وجوب وجود المعصوم في كل زمان حتى تطمئن له الأمة، تطمئن على الأحاديث التي يخرجها أم لا؟ إحنا رسول الله، هذا رسول الله وضع له خلفاء مهديين، يا وحديث باشا، صحيح أنا ما عندكم، عليكم اتكلمت عن النبي بسنتي. صلى الله عليه وسلم. أنا من كان من الذي وضع جوابي، قاعدة؟ أنا كان من من جوابي. الذي وضع قاعدة أنه لا بد للأمة من وجود معصوم؟ مين اللي وضع القصة ديت؟ اسمعني، أعطيني مجال يا أكمل باشا رد جوابي، على أعطيني طول، مساحة انطيني وما للإجابة. تنطنيش، رد على طول لو سمحت. من الذي وضع هذه قال رسول القاعدة؟ الله، لا اسمع بد اسمع للأمة من اسمع، إمام معصوم. اتفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. ايوه، رسول الله معلش جعل من بقى، بعد مالي معلش يا الخلفاء باشا، الحديث ده راشدين عندنا احنا، لكن هو مهديين، مش تفسيره وأمر زي تفسيرك بالطريقة. يا باشا. يا باشا انا بكلمك على قاعده لابد للامه من معصوم، لابد للامه من معصوم. الحديث اللي انت قلته عندنا اهل السنه والجماعه وما فهمناهوش ان هو عصمه لهؤلاء. لو سمحت جاوبني، من الذي وضع قاعدة لا بد للأمة من معصوم حتى نطمئن إلى أقواله وإلى أفعاله؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ رسول الله فين؟ فين؟ عندنا أم عندكم؟ عندكم وعندنا يا سيدي، تفضل. عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآمال للصدوق، مجلس آه 23، تفضل. حديث يقول: حدثنا أحمد ابن محمد إلى أن يقول عن ثابت ابن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمة من بعدي 12، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى على يديه مشارق الأرض ومغاربها. هذا رسول الله، يا باشا ثبت انت أول فهمت خليفة سؤالي؟ لو وآخر سمحت خليفة. فهمت سؤالي، فهمت سؤالي اسمع يا ابني، اسمع اطلع يا اسمع، ابني، يا ابني، والله لا يا تعطيني باشا دقيقة. اطلعوا، انا لازم عشان يا ابني اطلعوا من مية المخلل لو سمحت، والله ابوس على دماغك وتطلعوا من مية المخلل.
من الذي قال لابد للأمة من وجود معصوم حتى نطمئن إلى كل ما جاء به هذا المعصوم؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا وقال لنا هناك خلفاء أولهم علي وآخرهم القائم. طب علي بعد النبي وآخرهم القائم قعد 1300 سنة. طب 1300 سنة دول لابد أن تطبق أيضا القاعدة لابد للأمة من إمام معصوم، بقالنا 1300 سنة بدون إمام معصوم. من الذي وضع القاعدة ومن الذي خرق هذه القاعدة؟ تفضل. شوف الآن أنت أين ذهبت؟ جريتنا من ماذا استفادت الأمة إلى اسمعني، أنا عندي مداخلة أجيبك على تساؤلاتك في هذه الحلقة، اعطيني دقيقتين فقط. لا يا باشا، سؤال بسؤال يا باشا، وأنا أديك دقيقتين تسرد لي 30,000 شبهة و 30,000 كلمة والكلام ده كله. وسيدنا نوح وسيد يا باشا دول مرسل. بص يا باشا، والله سيدنا نوح سيدنا لوط جاءوا برسائل بنبوة أدوها للناس وتركوها بعد كذلك لغير المعصومين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأدى الرسالة وبعد ذلك ترك الأمة لغير المعصومين. عندكم الأئمة الحد مثلا، افترضنا الحد 11 جاءوا وأدوا الرسالة وتركوها لغير المعصوم، فلماذا العصمة لابد من وجود معصوم حتى نطمئن له؟ أنت تقول لابد من وجود معصوم، إذن لابد من الوجود. لابد إيه يا وليد؟ لابد من الوجود. طب وجود ليه؟ حتى نطمئن له. طبق بقى الكلمتين دول على أرض الواقع لو سمحت، عشان ما ناخدش بس كلام كتير ونروح لنوح ونروح لمش عارف إيه ونطلع فوق السماء وننزل الأرض على الفاضي كله. تفضل. أولا هذا اعتقادنا، احنا ما خايفين منه. يا باشا غلطان، اوعى اسمعك تقول اعتقادنا، اوعى اسمعك تقول اعتقادنا، اوعى اسمع رافضي بعد كده يقول اعتقادنا. طز في اعتقادك. الائمه عندكم لما جم لواحد اسمه وليد وجم لحسن وجم لخليل وجم لصابر وجم لمبارك وجم لفلان وجم لعلان، يبقى المفروض كلام الامام يشمل كل المسلمين. ما تقوليش عندنا وعندكم يا باشا. عندكم انتوا مين انتوا عشان تقولنا عندكم؟ انا واحد خلاص اعتبرني دخلت التشيع ونفسي اعرف يا باشا الكلام ده صح ولا غلط. سمعت ولما دخلت وفتشت في الكتب الشيعية لقيت ان لابد للأمة من امام معصوم، ولكن لما طبقت القاعدة على ارض الواقع لقيت لا معصوم ولا اي حاجة، اللي لقيته فيه بيطير بس. تفضل. والله خائف من الإجابة، أعطيني دقيقة واحدة يا باشا. ماشي الصلب. أنا بص ألتزم أمام الناس، ألتزم أمام الناس، معلش ألتزم أمام الناس بدقيقة. اتفضل بس في صلب الإجابة. يلا معاك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أمرنا أمر أن نعض عليها بالنواجذ، أمرنا بإطاعة الخلفاء واتباع مو بالسنة. لاحظ الحديث بالصحاح عندكم، سنتي وسنة الخلفاء من بعدي، يعني لهم حق دول شركائهم في التبليغ، هذا نص الحديث. من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ أمر. يا رسول الله حدد لنا العدد. قال العدد 12 خليفة في صحاحكم، 12 خليفة، وسماهم بالاسماء، اولهم انت يا علي واخرهم الامام المهدي الذي يفتح الله على هذه مشارق الارض ومغاربها. اما بالنسبه لتحريف القران، فالقران روايه شيعيه وليس روايه سنيه، وانتم نقلت القران هذه الروايه تضعفون. حفص عن عاصم لديكم ضعيف وفيه شيء في حفظه. بعد السلمي طرع عن امير المؤمنين وتابع رواية حفص عن عاصم تجدها عن الامام خلصت. علي عليه السلام. خلصت يا باشا. لا اديها خلصت. سمعتوا منه اجابه بالله عليكم؟ ومع ذلك عشان انا قلب طيب، عشان انا قلب طيب، فاحنا عايزين نعض بالنواجز على كلام المعصومين. فكلنا هنشتغل على الضيضه النهارده، والله العظيم والله بجد كلنا هنشتغل على الضيضه النهارده. فعايزين نعض مثلا على كتاب الكافي
لأن كتاب الكافي المفروض أنه هو كلام المعصومين، هل كل ما في الكافي صحيح حتى نعض عليه أم لا؟ تفضل. لا، ليس كل ما في الكافي بصحيح. طيب ماشي، احنا عايزين نعض على الأحاديث دلوقتي، هنعض عليها ازاي؟ طيب على أي أحاديث؟ أحاديث تحديث القرآن أنا راح أقول لك. عايزين نعض عليها، نعض عليها ازاي؟ اسمع اسمع، ما هي اسمع قاعدة اسمع. معلش اسمع اسمع معلش معلش هسمع والله. ما هي قاعدة العض عندكم؟ معلش ما هي قاعدة العض عندكم؟ تفضل. العض أكثر، العض العض أكثر، احنا مو عندنا عض. ماشي يا عم ماشي ماشي. أولاً تفضل. أولاً اسمع 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 اسمع، خليني أثبت لك بأن القرآن محصون. يا باشا أنا ما بتكلمش عن القرآن دلوقتي، أنا ما بتكلمش عن القرآن، احنا لسه في عض دلوقتي، احنا لسه في أول حديث، في أول كلمتين. أنا عايز أعض دلوقتي بالنواجذ. اسمعني بس، أنا عايز دلوقتي اسمعني عشان اخليك تسمع بغصب عنك. انا دلوقتي عايز اعض بالنواجذ على احاديث المعصومين. كيف اعض بالنواجذ على احاديث المعصومين؟ تفضل. نرجع على القران، راح تقول لي القران عندك محرف، راح اجيبك. ولا اختصر المسائل. اسمعني بس 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 اسمعني، ما تاكلش في الكلام يعني، خليك واحده واحده دلوقتي. يعني لما جينا نعض على احاديث المعصومين قلت لي لا، احاديث المعصومين لابد ان تعرض على القران، صح؟ نعم. إذا ما فائدة العصمة حضرتك؟ طيب لما كل شيء يعرض على القرآن، إيه فائدة المعصومين؟ أحسنت. أيوه أحسنت. نعرض على القرآن، اسمعني، نعرض على القرآن لنتبين هذا الحديث صدر من المعصوم أم دس في كتبنا على لسان المعصوم. جميل. يعني النهاية القاعدة. استنى بس، استنى 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 بس يا باشا، استنى بس استنى يا باشا، استنى بس استنى. يبقى دلوقتي عشان انا بس بفهم بالراحه، يبقى هناخد احاديث المعصومين ونعرضها على كتاب الله، فان توافقت مع كتاب الله اخذنا بها، وان لم تتوافق مع كتاب الله ضربنا بها عرض الحائط. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، السؤال اللي بيطرح نفسه، المعصوم عندك قال ان القران هذا كتاب صامت ونحن الكتاب الناطق، وأن كلام الله صعب مستصعب لا يعلمه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، فإزاي أنا مش معصوم وإنت مش معصوم هناخد كلام المعصوم نعرضه على كتاب الله اللي هو صعب مستصعب لا يعلمه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب؟ وإزاي أنا وإنت كمش معصومين هناخد كلام المعصوم ونعرضه على القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب صامت والمعصوم هو الكتاب الناطق؟ نحلها ازاي دي؟ وما المحذور؟ ما المحذور؟ من يقول الامام صعب مستصعب، اي استخراج كنوز القران وتفسيره الحقيقي المطابق لمراد الله عز وجل. جميل. وهذا الان لا يوجد في الامه لا عند السنه ولا عند الشيعه. واحده واحده. اصل يا ابني مش كلام وخلاص، مش كلام وخلاص. يعني دلوقتي انت قلت ان احنا هناخد ان الامام اخرج لنا الكنوز التي موجودة في كتاب الله، ولكن في نفس الوقت لو شكينا في كلام المعصوم اللي هي الكنوز التي أخرجها من كتاب الله ناخدها نرجعها لكتاب الله تاني. الله، طب ازاي هو يعني استخرجها؟ يعني معناها ان هي مدفونة في كتاب الله مش اي حد يعرفها، فكون ان انت تستخرج كنز يعني بتجيبه من بطن الارض، يعني مش أي حد يعرف القرآن هيجيبه، ده لازم إنسان يكون إيه، حفر باطن القرآن، أخرج لنا ما في بطن القرآن. فلما هو المعصوم أخرج لنا ما في بطن القرآن فأخذنا هذا الكلام ثم بعد ذلك ردناه إلى القرآن الكريم لنعلم، ولا مش عارف أقلدهم، ماشي، لنعلم أقول بالمصري وخلاص، يعني هناخد الباطن ده نرجعه للقرآن الكريم تاني. طب هنرجعه للقرآن الكريم تاني ازاي؟ يعني هنرجعه للبطن التاني ازاي؟ يعني والله بجد يعني أخدنا الكنوز ديت، عايزين نعرف إن كانت الكنوز دي صحيحة ولا مش صحيحة، طب هنرجعها ازاي تاني للقرآن عشان نعرف إن كانت الكنوز دي صحيحة ولا مش صحيحة؟ ما هي لو ظاهرة في القرآن كان أي حد خرجها، مش محتاجة معصوم. ولو هي في باطن القرآن يبقى لما نيجي نرجعها يبقى لابد المعصوم هو اللي يرجعها لباطن القرآن عشان نعرف ان كانت صحيحه ولا ضعيفه، ولا هو اي كلام وخلاص، اي محش في اي حله؟ اتفضل. والله لو توسع ذهنك معي وتفتح فهمك
اسمعني اسمعني، اولا انت لا تدعني ان اكمل اجابتي، لذلك تصل الاجابه بتراء غير مفهومه. اسمعني اولا، ما المحذور؟ اسمع الاجابه. الان جميع المفسرين عند الشيعه يا باشا، احنا ما بنتكلمش مفسرين يا باشا، احنا بنتكلم دلوقتي على قصه الكنوز اللي المعصوم جابها من القران. فدلوقتي لو احنا شكينا في الكنوز ديت وحبينا نعرف ان كانت الكنوز دي صح فعلا مرتبطه بالقران ولا مش مرتبطه بالقران، فهناخد الكنوز دي نرجعها للقران تاني. طب ازاي هنرجعها للقران تاني؟ وبعدين انت فكرتني بحاجه، ان القران عندكم له ظاهر وباطن، فاحنا لما ناخد الاحاديث اللي هي المفروض ان هي جت بالباطن القران، لما نيجي نردها الى باطن القران هنردها ازاي والباطن لا يعلمه الا معصوم؟ خلاص خلاص يا ابني، انا هركب مشابك يا ابني، دعني اكمل اجابتي لكي تفهم. كمل يا ابني كمل كمل يا ابني كمل. نعم، اولا انا ما قلت انهم يستخرجون بواطن القران وكنوز القران واحنا ناخذ الكنوز الرجحه للقران، قلت كالاتي. هو يا اخوانا الراجل ده كذاب، مش هو من شويه اللي قال لك ان مهمه المعصوم يستخرج لنا كنوز القران؟ طيب كنوز القرآن دي يعني ايه؟ يعني معناها في النهاية أحاديث، يعني معناها في النهاية روايات، صح ولا؟ طب أنا شاكك في الروايات الكنوز ديت، فالمفروض إن أنا لو شكيت في الروايات ديت هرجعها للقرآن التاني. طب هرجعها إزاي للقرآن التاني؟ وهعرفها إزاي لما هي كنوز؟ يعني مش أي حد يعرفها ومش أي حد يفهمها، هرجعها للقرآن تاني إزاي عشان أعرف إن كانت الكلام ده الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة؟ هرجعها للقرآن التاني إزاي؟ اتفضل. والله انا اعتقد الان المتابعين يضحكون. اسمعني اسمع الاجابه، اصبر اصبر ثواني. انا قلت كالاتي، ان المعصوم هو ترجمان القران وهو الذي يفسر القران كما يريد الله على مراد الله. اما المفسرين الان يفسرون بارائهم، فمن يستطيع ان يستخرج كنوز القران هو المعصوم. هذا حديث صعب مستصعب، هذا معنى. اما استنى بس، استنى استنى، اقف بس، اقف يا ابني، اقف شويه يا ابني، اقف شويه، تعبت قلبي، اقف. هو بيقول لك ايه؟ ان المعصوم ترجمان القران. فانا عايز افهم الناس البسيطه كده، يعني ايه ترجمان القران؟ يعني مثلا ايه؟ واحد راح امريكا، تمام، مصري شبهي كده ما يعرفش انجليزي، فراح جايب ايه ترجمان. يعني ايه ترجمان؟ يعني مترجم، يعني يحول له الانجليزي لعربي ومصري كمان، عشان مش عربي بس، لا ده يحوله له لعربي مصري. تمام تمام، يعني في قصه تحويل. ايه هي التحويل؟ حول حول الصعب المستصعب ليسير، يسير ترجمه. يعني ما هو لو احنا بنعرف نترجم القران، ما احنا لو بنعرف نترجم القرآن ما كناش هنحتاج لمعصوم، فالمعصوم جه يترجم لنا القرآن، يعني حوله من صيغة صعبة لصيغة سهلة. جميل؟ طيب يعني في الآخر صيغة سهلة. طب الصيغة السهلة ديت اللي هي عبارة عن روايات وأحاديث، وترجع ريما عادتها القديمة تاني ونلف في نفس الدايرة تاني. طيب اللي هو يسره لنا المعصوم، أي ترجمه لنا المعصوم وأخرج لنا كنوز القرآن، أصبحت أيضا روايات وأحاديث. يعني كنوز القرآن أصبحت روايات وأحاديث. طيب يا سيدي جميل، طب لما أصبحت روايات وأحاديث أنا شاكك في الأحاديث ديت أو في الروايات ديت، فيها بقى فلان ضعيف، فيها فلان مجهول، فشكيت، فأنا عايز أخد الأحاديث تاني أرجعها للقرآن عشان نشوف إن كانت من الكنوز ولا مش من الكنوز. فالكنوز دي بتبقى في الباطن، والقرآن صعب ومستصعب، والقرآن ده الصامت، فازاي في النهاية هاخد الكلام ده وارجعه للصعب المستصعب وللصامت تاني؟ قصة. اتفضل. أنت تدور بدائرة مفرغة وعجيب على هذا الفهم، أنت تفهم الإجابة لكن تريد أن تلبس على المتابعين، أنت انحشرت في زاوية. شوف يا عزيزي وللمتابعين الأعزاء، الآن لا يوجد لدينا تفسير للقرآن بلسان المعصوم. ولو وجد لنا تفسير للمعصوم كامل ولرسول الله كامل لاستطعنا ان نقول انهم استخرجوا كنوز القران، لكن لا. يا ابني يخرب بيتك كده يا ابني، مش انت اللي من شويه قلت المعصوم بيخرج لنا كنوز؟
دلوقتي ما عندناش تفسير بلسان المعصوم. طب هم المعصومين جم ليه يا ابني؟ انت بتتناقض في الساعه في الدقيقه الواحده 30,000 مره يا اخوانا بالله عليكم. مش هو اللي من شويه قال لك ان كلام ان المعصوم اخرج لنا كنوز القران؟ دلوقتي بقول لك ان مفيش اصلا تفسير للمعصوم، مفيش تفسير للمعصوم. بص يا ابني، روح يا ابني، روح يا ابني، وبص ما تروحش لوحدك وخد دينك معاك، يعني روح وخد دينك معاك يا ابني.